هاي بنات، حياتك كانت صعبة أو مازالت صعبة ومش عارفة تحققي أحلامك، وحاسة إن انتي محرومة إن انتي تحققي حاجات كتير وسط أهل، عادات وتقاليد. اكتشفي الجمال اللي حواليكي. عارفين دايما كده لما يقولوا لنا الحاجات دي كلها منافس للروح. دلوقتي بعد الفطار بجسمك محتاج أكل صحي سوبر فود، بنخزن فيه الشوكولاتات والحلويات كتير، أوبشنز كتير. فدايما خليش علمني صراحة، نصيحة مهمة جدا، استرخاءات صحية في السفر والطبيعة. هاي بنات، ده الجزء الثاني من الحلقة اللي أنا نزلتها المرة اللي فاتت، إزاي بدأت أحقق أحلامي وإزاي بقيت بعيش الحلم اللي أنا كنت بحلم بيه. كلمت المرة اللي فاتت إن أنا لما اتقابلت مع جوزي، أنا قبل ما أقابله كان عندي خطة، وهو أساساً قبلي قابلني فيه وأنا بنفس حلمي وخطتي، وأنا دلوقتي عايشة أحلامي ومستمتعة بحياتي وحققت معظم أحلامي. يمكن بس عندي حلم واحد لسه اللي ما تحققش، بس شغال عليه مش سايباه، وبشتغل عليه كتير جدا، وبياخد من وقتي كتير جدا، وبياخد من طاقتي، وبياخد من تفكيري. بس زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، اني دايما بخلي ان انا دايما استمتع بالرحلة بتاعتي وانا في طريق تحقيق الحلم اللي انا بحلم بيه. في ناس كتير ممكن تشوف السفر ده حاجة حلوة، وهي زي بتسافر وبتلف العالم وحققت ده. كلمت قبل كده في حلقات السفر، في نزلت لكم اعتقد 4 فيديوهات أو 5 عن السفر، ازاي بدأت اسافر، رحلتي في السفر ازاي، اخدت القرار من امتى، عملت ايه، ازاي وفرت فلوس، ازاي حوشت، ازاي ده كله. اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت عشان تفهموا ازاي انا بدأت احقق ده كله. فانا من الاشخاص، يعني انا بزهق وبمل، وده سني وبحترمه وبحترم طبيعتي، ده انا. فعايزه الف واسافر، خاصه ان انا فتره العشرينات زي ما قلت لكم، اللي متابعني عارف ضاعت في الحبسه والقعده في البيت، وما كانش عندي الحريه الكامله اللي انا اقدر اعمل او احقق احلامي زي ما انا بحققها دلوقتي. رحت اكلت كلاب وجيت لكم تاني لان مش عارفه اركز وهم حواليا. فحاولي لو انت حتى حياتك كانت صعبه او مازالت صعبه ومش عارفه تحققي احلامك، وحاسه ان انت محرومه ان انت تحققي حاجات كتير في حياتك، صدقيني ابدأي من جواكي. دي الحاجة اللي فرقت معايا جدا، ان انا بدأت من جوايا. انا عارفة ان انا مش عايزة اعيش الحياة اللي انا كنت عايشاها، وعايزة اغير الحياة دي، وعايزة اكبر، وعايزة احقق نفسي، وعايزة اسافر، وعايزة اعمل. الموضوع ده ما جاش بالسهل، كله خطة وجهد وتعب سنين. وصدقيني طول ما انت بتجتهدي وبتتعبي وبتحطي خطة وماشي عليها، وكل يوم تبذلي مجهود كبير جدا عشان تحققي الهدف او الخطة دي، مجهودك ده مش هيضيع، محدش يعني ربنا مش هيضيعه، هتلاقي ربنا بيعوضك بده ويديك اكتر مما كنت متخيلة. انا ما اتخيلش ان انا في يوم من الايام هبقى في اماكن اللي انا بزورها دي، يعني البيوت الجبارة الحلوة قوي اللي انا بقعد فيها وسط الخيال، الطبيعة الخلابة دي. انا ما كنتش اتخيل ان انا هنول ده كله، بس انا نولت ده كله الحمد لله اكتر مما اتخيل، لان انا سعيت واجتهدت واشتغلت على نفسي كتير جدا في الاول. والموضوع ده بدا من جوايا. انا حتى لو انت محبوسه في سجن وسط اهل او وسط عادات وتقاليد انت ملتزمه او مجبره ان انت تتبعيها او تلتزمي بيها، ابداي من جواكي. حتى لو انت في اوضه نومك، ابدأي من جواكي، تحطي خطتك، تقولي لا انا هغير من حياتي، انا قادره ان انا احققها. واحده واحده سبحان الله بتلاقي الخيط اللي بيجر معاكي ويوصلك لهدفك الكبير وحلمك الكبير. وده فعلا اللي حصل معايا. انا واحده واحده كده مشيت بخطوات النمله تجاه الحاجه اللي انا عايزاها. عارفين كده شويه 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 كده بتلاقي بصيص من النور زي ما بيقولوا في اخر التانل اللي انتوا بتبقوا ماشيين فيه. التانل او النفق ده بيبقى ضلمه، بس بتفضلوا ماشيين بتسعوا 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 لغايه ما توصلوا للنور. وده اللي انا عملته، ان انا سعيت ما قعدتش ما استسلمتش،
قريت، اتثقفت، كبرت نفسي في الشغل، جربت كذا شغلانه، غيرت، عملت شفت كارير كذا مره لغايه ما لقيت ايه اللي انا عايزاه. يعني انا عرفت اللي انا عايزاه وعايزه احققه فوق ال 30. فعادي التجربه بتعلمك، صح والغلط بيعلمك، وعرفوا دايما ان الفشل هو سلالم النجاح. وساعات بتبقى عقبات الحياه وصعوبه الحياه اللي بتقابلنا واحنا صغيرين دي اللي بتبني شخصيتنا وبتخلينا ناس قويه، وعارفين بعد كده احنا عارفين عايزين ايه، وبنبقى قويين، وبنبقى قد الصعوبات اللي ممكن تقابلنا فيما بعد لما يعني على كبر. فده كله بيكبر من شخصيتك، بينمي من شخصيتك، بيقوي من عزيمتك، بيقوي من قدراتك. يعني الحياه زي ما بيقولوا مدرسه، فالدروس اللي بتحصل لنا في الحياه دي هي اللي بنتعلم منها. بس انا من وانا صغيره كنت مقرره ان انا هاخد الدرس الناجح من كل مدرسه. ما تتبعيش مدرسه واحده وتمشي وراها وتندمجي عليها. خليكي ذكيه، خدي احسن حاجه من كل حاجه على قد ما تقدري، استغلي كل فرصه، استغلي كل دقيقه، استغلي حتى الناس اللي حواليكي بس بشكل حلو، ما تبقيش شخصيه سلبيه. استغليني، اتفرجي على الفيديوهات بتاعتي اتعلمي، اتفرجي على الفيديوهات حد تاني واتعلمي. اي حد يدخل في حياتك خليه يكون فرصه ليكي ان انتي تكبري من نفسك وتحقق، يعني الشخص ده يدفعك خطوه او خطوتين للامام، يساعدك تاخدي تجربه الناس اللي حواليكي، تتعلمي من الناس اللي حواليك ازاي تحققي الهدف بتاعك ده. في ناس كتير تقول استمتع بحياتي ازاي، انتي يا بختك عايشه وسط الطبيعه، احنا عايشين في وسط الزحمه والبليوشن والتلوث والترافيك والضوضاء والكلام ده. انا بدات صغيره جدا، وزي ما بقولك ابدأي من جواكي، شوفي الجمال حواليك حتى لو زي ما بيقولوا في مقلب زبالة. بتلاقوا كده يا جماعة وانتوا ماشيين وسط الصخور وردة او زهرة طالعة وسط الصخور، خليكي انت الوردة دي اللي طالعة وسط الصخور. حتى لو حياتك صعبة وقوية وناشفة زي الاحجار، خليكي الوردة اللي طالعة وسط الصخور دي، وممكن تغطي الصخور دي كلها بالزهور بتاعتك والنباتات بتاعتك. فدايما اكتشفي الجمال اللي حواليكي، روحي اقرب مكان جنبك تقدري تستمتعي بالطبيعه، تمشي. التمشيه يا جماعه علاج طبيعي، لو انت عندك مشاكل نفسيه او انكزايتي او قلق، التمشيه سحر. تمشي في الطبيعه، روحي شوفي شارع فيه اشجار، مكان فيه بحر، مكان فيه نهر، شلال، اي مكان انت فيه، روحي اتمشي وسط الطبيعه، اسرحي بخيالك كده، اتفرجي كده، اقعدي بصي في الديتيلز اللي حواليكي. شايفين مثلا انا بقعد اركز في الديتيلز دي، اقعد اقول اوه واو ورده حمراء هنا او فلاورز حمراء هنا نفسها بس على شكل موفي، اقعد كده استمتع بشكل الندى وهو على الجراس، اقعد اتامل كل حاجه كده. والتمشيه زي ما قلت لكم. تاني حاجه برضو من الحاجات اللي فرقت معايا الجورنالينج، ان انا اصحى الصبح اكتب افكاري، اكتب انا حاسه ايه، اطلع كل الثوره اللي جوه. عارفين البركان كده وهو بيفور جوانا، احنا كلنا طبيعي عندنا ده كل يوم، تمام. اكتبيه على ورقه وقلم، وما تنسيش ممارسات الشكر الجراتيتيود. خلي عندك كشكول كده كل يوم الصبح او حتى قبل ما تنامي، اكتبي انت شاكره ربنا على ايه. انا شاكره على الطبيعه، انا شاكره على الجو النقي، انا شاكره على النباتات والحاجات الجميله اللي حواليا، انا شاكره ان انا بدات احقق حلمي، انا شاكره ان انا فخوره بنفسي ان انا بقيت بعيش حلمي وبحقق اكبر احلامي، بشكر ربنا ان انا عندي القدره ان انا احقق احلامي، بشكر ربنا على النعم اللي حواليا، على الصحه، على الاكل اللي في الثلاجه، على الشوكليت اللي كان نفسي فيها وقدرت اشتريها، على نعمه المشي ان انا اقدر اتمشى على الجراس، احس بملبس الجراس تحت رجلي. فممارسات الشكر من الحاجات برضو اللي هتساعدك كتير جدا. تالت حاجه ساعدتني القرايه. تخيلوا كده يا جماعه لو انتي قاعده في سجن، السجن ده في أوضة والأوضة فيها سرير، السرير متاح لك بس في الأوضة دي. تعالي نقعد في المكان الحلو ده، شايفين فلاورز ريحتها تجنن، ودي خلية نحل اللي فوق دي.
فخلينا نتفق كده، هنقول مثلا حياتك خلاص مدى الجحيم اللي في حياتك ان انت عايشه في السجن، تمام؟ مسموح لك بس بدخول كتب، ان انت بس تقري كتب. انت متخيلين ان انت محبوسه جوه اوضه سجن، جوه سجن، بس عندك سرير وكتاب بيدخل لك مره في الاسبوع؟ ده شكر يعني، نعمة ان انت عندك سرير وان انت حتى في الازمة. يعني احنا بنتخيل السجن ده انت في ازمة شديدة. اقري، اتثقفي في مجالك كل يوم نص ساعة، اقري في المجالات الاخرى، اتعلمي على الاقل نص ساعة، اتعلمي كذا لغة. ان انت يكون عندك لغة واحدة بس دي اكبر خطأ، اتعلمي يكون عندك على الاقل تتكلمي لغة او اتنين، بس على الاقل لغة كمان مع اللغة الام بتاعتك. ابدأي بالانجليش، انا بتعلم اسباني الايام دي عشان رايحين اسبانيا، سوري المكسيك، فزي ما احنا عارفين من تعلم لغة القوم امن مكرهم. فانتي لازم تكوني الانسانة القوية الذكية في اي حتة تروحيها، تروحي المكان تبقي مستقوية، مستقوية بفلوسك، مستقوية بصحتك، مستقوية مش بشكل سلبي، بس تبقي واثقة من نفسك، عارفة الارض اللي انتي رايحة لها ازاي وفين. عارفين دايما كده لما يقولوا لنا خليكي اليد العليا، خليكي اليد العليا، خليكي انت اليد اللي بتدي، الجيفر، الدونر، اي حاجه انت اللي بتدي. تبقي شوفي جوانب حياتك كلها، سواء الماليه، اجتماعيه، عمليه، علميه، العائله، الحب، الزواج، تبقي ناجحه في كله. زي ما قلت لكم الحياه مدارس، وانت بتختاري الدرس الناجح من كل مدرسه. انتي عندك قوة خارقة، اي انسان اتولد على الارض عنده قدرة خارقة، بس عشان تكتشفي قدرتك الخارقة كلنا عندنا، زي ما كل واحد عنده بصمة يد او اصابع مختلفة، سبحان الله كلنا مفيش حد عنده نفس بصمة الاصابع، انت عندك قوة خارقة جواكي غير كل الناس، بس انتي محتاجة تستكشفيها وتطلعيها وتشتغلي عليها كتير جدا قوي وتنميها عشان تطلع السوبر باور اللي جواكي. القرايه، اقري في مجالك، اقري في المجالات الاخرى، اتعلمي لغه جديده. رابع حاجه الايميجينيشن يا جماعه، الخيال. واحنا صغيرين كان عندنا المخيله بتاعتنا قويه جدا، كنا نقعد نلعب مع نفسنا في الالعاب ونقعد نتكلم مع نفسنا بالساعات، يعني ما كناش بنغلب، عايزين نلعب بس ما عندناش حد نلعب معاه، فكنا بنتكلم مع حد خيالي مش موجود اصلا معنا في الاوضه، وكانت الاب والام عادي، ده طفل بيسرح بخياله. دي من الحاجات اللي حصل لها انكماش كل ما بنكبر، المخيله بتاعتنا بتموت او بتقل او بتختفي، ودي من الحاجات اللي انا برجحها في نفسي تاني، لان الخيال سبحان الله يعني دي نعمة كبيرة جدا، زي النسيان كده، زي في صفات كده، الخيال والنسيان والأحلام، حاجات دي كلها منافذ للروح. انتوا متخيلين يعني انت لما بتبقي جعانة بتاكلي، بتبقي عطشانة بتشربي، بس لما بتبقي نفسك تحققي حاجة بتتخيليها، فمجرد ان انت بتتخيلي حلم عايزة تحققيه ده حاجة جميلة جدا، لان زي ما قلنا العقل الواعي ما بيفرقش ما بين الخيال والحقيقة. استخدمي خيالك كتير جدا، احلمي، اسرحي بخيالك، خدي خيالك كده فوق السماء فوق السحاب ورجعي تاني كده عشان تحققي الحلم اللي انت كنت بتتخيليه. الخيال هو اللي بينمي، يعني عارفين كده لما بيبقى عايزين نعمل فاير فبنحط خشب عشان الفاير تكبر، فاحنا عايزين الكرياتيفيتي بتاعتنا تكبر، فبننمي الكرياتيفيتي بالخيال بالإيماجينيشن. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين البوينت. الحاجات دي كلها يعني انت مش هتبقي مبسوطه وانت جواكي تعبان ومتضايقه وبتعيطي كل يوم وجواكي قلق وتوتر وعصبيه، مش هتعرفي تنبسطي. فلازم زي ما قلنا نبدا من جوه، ننظف نفسنا من جوه، حتى لو احنا عايشين في ظروف صعبه قاسيه ابداي من جوه. عارفه كده لما تبدأي تنظفي أوضة نومك تنظيفة عميقة وبعد كده بالشقة من برة، ابدأي من جوه، نظفي نفسك من جوه، ابعدي عن السلبية، ابعدي عن أي حاجة بتاخدك أرض،
بعيدة عن أي حاجة بأي ناس سوري يا جماعة، وأنا بكلمكم برا الباتري خلصت دلوقتي معاد الفطار بتاعي. مش الفطار، أنا أول ما بصحى من النوم بحب أخد السوبر فودز بتاعتي، سبيرولينا مع شيا، بعملهم بودنج، وعندي ميكس كده أساي على البولن بي، على إيه أساي وبولن بي هي هنا، باخد كده سكوب وحطه. أي نوع بقى فاكهة بحطه مع السموزي. ده بلوبيري حلو جدا، مضادات الأكسدة. وده ميكس فروت كده، مانجا وأناناس وبابايا. أنا باخدش كتير يعني، باخد واحدة من كل حاجة. هنا بابايا، باخد أناناسية، مانجا، هنا الأناناس. أناناس. وعندي يوغرت، جوت يوغرت، أكتر صحي من ال وأقلب، بسيبه شوية كده لغاية ما الفروزن فروتس دي تختفي، تسيح شوية عشان بتبقى ساقعة. هي المفروض ان انتي بتضربيها في الخلاط. وطبعا العشاء البينات بتر، النوع ده نضيف جدا، بيور، مفيش اي زيوت، بينات بس. فأي حد يدخل في حياتك سلبية، اي حد يأثر عليكي بالسلب، اي حد يسحبك ورا، ابعدي عنه. احنا مش عايزين الناس دي في حياتنا، ودايما بقولها في الفيديوهات بتاعتي. الروح محتاجة تمشية، قراية، مسرح، سرحان بالخيال. جسمك محتاج اكل صحي، سوبر فود، في باودرز كتير كتير صحية، سبيرولينا، ماتشا، من الحاجات اللي دايما بنصح بيها. روح جسمك محتاج شوية حركة، رياضة، اتمشي كل يوم الصبح حوالين بيتك قبل ما الناس تصحى. حتى لو انت عايشة في حتة يعني ما فيهاش طبيعة، اصحي بدري قبل كل الناس، عادي تمشي في الشارع رايح جاي كده، شوفي اي حتة فيها خضار، بحر، شلال، وتمشي. ومارسي شوية يوجا. ميزة اليوجا ان هي بتوحد الثلاث حاجات دي، الروح والجسم والعقل، بتحضر الثلاثة دول مع بعض. وهم اصلا في الحياة الصعبة دلوقتي في اللايف ستايل بتاعنا، كل حاجة مننا في حتة، عقلنا في حتة، وجسمنا في مكان، وقلبنا وروحنا في حتة تانية خالص. مارسي على الأقل كل يوم من 5 لـ10 دقايق يوجا استريتشات. مش عايزاك تعملي وضعيات تحدية، بس استريتشات. جسمك افرديه بعد ما كان نايم 7 لـ8 ساعات على السرير منكمش. والنوم برضو يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لعقلك ولجسمك ولروحك. حتى لو انت عايشة وسط اهلك، عبي مكان كده. كلنا عندنا في اوضة نومنا مكان او درج بنخزن فيه الشوكولاتات والحلويات بتاعتنا. فانا عايزة اتخيل عندك درج كده، حتى لو انت ما عندكيش مطبخ او خزنة بتاعت الاكل، نعملي درج كده جيبي السوبر فود. عندك حاجات كتير، اوبشنز كتير، سبيريولينا، عندك جرينز، الشاي طبعا من الحاجات المهمة جدا، وتقدري تاكلي نتس بكميات محدودة كل يوم. في حاجات رخيصة، اوبشنات رخيصة، وفي اوبشنات غالية، وكلها صحية. استفيدي كل حاجة، تمام. فخلي دايما عندك درج، حطوا الكاكاو الهوت شوكولات او الكاكاو الخام، مفيد جدا للصحة، انتي اوكسيدان. دايما خلي عندك
ابل سايدر فينيجر، حلو جدا تاخدوه معلقه صغيره على كوبايه ميه قبل الاكل. شايفين كمان بتجيبوا اللي هو الاورجانيك ده، حلو جدا. تمام، فدايما خلوا مطبخكم في بيتكم، ما تاكلوش بره، ما تاكلوش شنك، ما تاكلوش سكريات. دايما اتأملوا مثلا الفلاورز اللي حواليكوا، الطبيعة الجميلة دي. فدايما خلوا القراية جزء من شخصيتكوا، اي مكان تروحوا فيه خلوا دايما كده كتاب في شنطتكوا، لو انتوا في المترو، في الباص، في اي مكان اقعدوا اقروا، جيبوا الكتب اللي انتوا طبعا هتاخدوا فترة، لو انتوا مش متعودين على القراية هتاخدوا فترة شوية لغاية ما تستكشفوا ايه اكتر حاجة انتوا بتحبوها او نوع من انواع الكتب بتفضلوا دايما تقروه. انا يعني انا من الاشخاص اللي ما كنتش بحب القرايه، او ما اتعودتش وانا صغيره ان انا اقرا، ما حدش علمني صراحه ان القرايه دي مهمه جدا، بس لما كبرت يعني ندمت ان انا ما قريتش من وانا صغيره، وعرفت ان القرايه دي مهمه جدا. اقعدي اقري في فروع كتير، جلات مختلفه، لغايه ما تعرفي ايه اكتر حاجه انت بتحبيها وبتبسطك وبتنمي مهاراتك، سواء المخيلة أو الكرياتيفيتي بتاعتك. فلازم تقري، نصيحة مهمة جدا 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 لازم تحطيها في عين الاعتبار. فاشتغلي على كل النقاط اللي أنا نصحتكم بيها في الفيديو النهاردة، وأتمنى لكم السعادة وأتمنى لكم النجاح زي ما بتمنى نفسي بتمنى ليكم. لو الفيديو النهاردة عجبكم أتمنى تشيروه لكل أصحابكم عشان أنا كمان أستفيد زي ما أنتم بتستفيدوا. متنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. وحتى لو ما عندكوش أي أسئلة ابعتوا لي قلوب، ابعتوا لي كلام حلو في الكومنتات عشان أبقى عارفة مين اللي بتابع معايا وعارفني. متنسوش تتابعوا ستوريهات على الانستجرام، ده بنزل لكم ستوريهات صحية في السفر والطبيعة والجمال اللي موجود دلوقتي حواليا. وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.